انقلاب جزئي في مزاج الرأي العام الإسرائيلي إزاء العملية البرية المرتقبة في قطاع غزة. هذا ما كشفته نتائج استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، حيث يعتقد 49% من الإسرائيليين أن على الحكومة التريث في اتخاذ قرار العملية البرية، بينما قبل أسبوع فقط كانت نسبة 65% تؤيد هذه العملية. والسبب الأهم قضية المحتجزين لدى حركة حماس الذين غدوا محل الاهتمام الأول لدى الشارع بعد غياب قضيتهم في الأيام الأولى. توجد قضية الأسرى والمحتجزين وتحريرهم على رأس سلم أولوياتنا، وهو من أهداف الجيش الإسرائيلي. هذا وعدنا للمجتمع الإسرائيلي، وسنبذل كل ما هو ممكن للوفاء به. لكن قضية المحتجزين ليست العامل الوحيد، فهناك مخاوف من الخسائر المتوقعة للعملية البرية وغياب واضح لأهدافها، واحتمال أن تغدو العملية شرارة حرب أوسع في المنطقة. بالمقابل تطرح جهات أمنية البديل عبر القصف الجوي وعمليات التوغل المحدودة والسريعة التي تنفذها إسرائيل في الأيام الأخيرة. لا شك أن إسرائيل الآن أمام معضلة كبرى فيما يتعلق بالعملية البرية المزمع إجراؤها في قطاع غزة، وذلك لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول يتعلق بموضوع الرهائن، الموضوع الثاني الدخول إلى الوح الغزاوي، وليس من الممكن معرفة ما سوف يمكن أن يحدث من أضرار. الموضوع الثالث يتعلق ربما يعني حرب إقليمية في المنطقة وإمكانية انضمام حزب الله لهذه الحرب. ويفيد مراقبون بأن تغير مزاج الشارع الإسرائيلي لا يغيب عن وعي المستوى السياسي، خاصة نتنياهو المتردد منذ البداية بخصوص العملية البرية. تغير مزاج الشارع الإسرائيلي وفتور المطالبة بعملية برية واسعة في القطاع يعطي دفعة لبعض الساسة المتخوفين من العملية، لكن في المقابل هناك أوساط سياسية وقادة في الجيش ما زالوا يدفعون نحوها، ما يعني أن خيار العملية البرية ما زال مطروحا، وقد يكون الحل الوسط هو الخيار المرجح في النهاية. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.